الآن عندما طلبتي الأعزاء نأتي إلى مناقشة أي حل أسئلة المحاضرة الثالثة هي أهمية البلاغة في التذوق الأدبي. نفتح على المذكرة على صفحة 5 عندي أنا الأسئلة المناقشة اللي هي 3 أسئلة. السؤال الأول: هل تعريفا لكل من التذوق الأدب التذوق الأدبي؟ ب: عرف البلاغة لغة واصطلاحا. عرف البلاغة لغة واصطلاحا. السؤال الثاني أكمل الآتي: ألف عرف بعض التربويين البلاغة بأنها علم نقط تكمل التعريف. بعدين ب: عرفها الأديب على إجار بأنها تأدية المعنى الجديد نقط. جيم عرفها بعض اللغويين القدامى بأنها نقط. السؤال الثالث: ما أهمية البلاغة في التذوق الفني؟ ما أهمية البلاغة في التذوق الفني؟ نأتي الآن إلى السؤال الأول والتعريفات. هل تعريفا لكل من؟ تعريفات نأتي إلى الصفحة الثانية اللي هو يقول هنا المطلوب تعريف التذوق. التذوق هو كلمة عامة أول المذكر. التذوق في معاجم اللغة بمعنى الحاسة. يبدو من هذا التعريف التذوق معناه الحاسة التي تثير التي تميز بها طعم الأشياء بواسطة الجهاز الحسي في الفم ومركزه اللسان. هذا تعريف التذوق اللي هو الحاسة التي تميز بها طعم الأشياء بواسطة الجهاز الحسي في الفم ومركزه اللسان. التعريف الثاني هو تعريف الأدب. تعريف الأدب قلنا الأدب له تعريفان. تعريف الأدب اللي هو نفسه في صفحة 2 تعريف الأدب. التعريف الأول هنا اللي هو في وسط الصفحة اللي هو هنا. التعريف الأول: الأدب كافة الآثار اللغوية. تعد الأسطر من تحت 1 2 3 4 5 6 اللي هو هذا تعريف الأدب. التعريف الأول: كافة الآثار اللغوية التي تثير إحساسات جمالية وانفعالات عاطفية. التعريف الثاني اللي تحت على طول، التعريف الثاني: الأدب الكلام الجيد من الشعر أو النثر الذي يثير شعور المتلقي قارئا كان أو مستمعا ويحدث فيه لذة كاللذة التي تحس عند سماع الغناء أو الموسيقى أو رؤية الجمال. هذا التعريفان للأدب. المطلوب الآخر اللي هو تعريف التذوق الأدبي، كذلك التذوق الأدبي له تعريفان. التعريف الأول اللي هو هنا في نفس الصفحة هو قدرة المتعلم على تناول النص الأدبي بالتذوق والتحليل من خلال إدراك نواحي الجمال ودقة المعاني وفهم التراكيب ودلالاتها وتحديد قيمة الصور البيانية والتفطن للعبارات المبتكرة والتحليل الأسلوبي للنص ونقد عناصر التجربة الشعرية وإقداري على إصدار الإحكام على النص. التعريف الثاني للتذوق الأدبي هو في آخر الصفحة آخر سطرين، هو الملكة التي يستطيع من خلالها الفرد تقدير الأدب والمفاضلة بين شواهده ونصوصه وعرض عيوبه ومزاياه. إذا أنا عم بجيك السؤال هذا يقول لك هذا تعريف الأدب، جيب واحد من التعريفين. هذا تعريف التذوق الأدبي، تذكر واحد من التعريفين. السؤال الثاني في السؤال الأول هو عرف البلاغة لغة واصطلاحا. عرف البلاغة لغة واصطلاحا. تعريف هذا في صفحة 3. تعريف البلاغة لغة اللي هو وصول الشيء إلى غايته ونهايته أو إيصال الشيء إلى غايته ونهايته. تقول بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغة إذا وصل وانتهى إلى غايته. وتقول أبلغت الشيء إبلاغا وبلاغا وبلغته تبليغا إذا وصلت إلى مراده ونهايته. ومختصرا تقول البلاغة لغة هي إيصال الشيء إلى نهايته. التعريف الاصطلاحي اللي هو 3 تعريفات: تعريف اللغويين وتعريف الأستاذ عبد الجارح وتعريف التربويين القدامى. هذا هو التعريفات بالنسبة للاصطلاح. هنا
كذلك في تعريف البلاغة لغة، لكن تعريف البلاغة اصطلاحا اللي هو جاي في السؤال الثاني، عرف بعض التربويين البلاغة بأنها نقط، هذا التعريف التربوي، تحفظ التعريف، عرفها الأديب على الجانب بأنها تأتيك معنى جيد تكمل التعريف، عرفها بعض اللغويين القدامى بأنها كذا، إذا هذه ثلاث تعريفات اللي هي اصطلاحية تحفظ هذه التعريفات الثلاث، يجيك سؤال امتحان يقول لك اذكر تعريف الاستاذ على الجانب للبلاغة، فتكون حافظ التعريف. السؤال الثالث الأخير ما أهمية البلاغة في التذوق الفني؟ طبعا هيك سؤال يقول لك التذوق الفني والتذوق الأدبي بمعنى واحد. إذا هنا أهمية البلاغة في التذوق الفني في الصفحة 3، هنا عندنا العنوان أهمية البلاغة في التذوق، الأهمية 3 رقمناها ترقيم هنا. الأهمية الأولى تربية القدرة على الإحساس بعناصر الجمال الأدبي في النصوص الأدبية الرفيعة، وتربية هذا رقم واحد الأهمية الأولى. الأهمية الثانية تربية القدرة على فهمها وتذوقها وعلى محاكاة بعضها في إنشاء الكلام، والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذين يملكون في فطرهم استعداد لشيء من ذلك. الثالثة الأهمية الثالثة للبلاغة في التذوق الأدبي قدرة الطلاب على التذوق الأدبي للنصوص الأدبية واكتساب المتعة والسرور عند قراءتها وتمد بمعايير الحكم على الإنتاج الأدبي ومقومات الجمال والمهارات التي يمتاز بها الأديب هذه ثلاث أهميات في البلاغة في التذوق الأدبي. بهذا نكون قد أكملنا هذه المحاضرة وأعطينا كم شرحناها باختصار، لن نلتقي إن شاء الله في المحاضرة الرابعة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.